شيخ، إذا كان الإنسان صائم قضاء رمضان، إيش؟ إذا كان الإنسان صائم قضاء رمضان، فهل يجوز له أن يفطر إذا شاء؟ فهل يجوز له أن يفطر إذا شاء؟ لا، إذا شرع الإنسان في صيام شيء، في صيام واجب، سواء قضاء رمضان أو كفارة يمين أو نذر، فإنه لا يجوز له أن يخرج منه إلا لضرورة. أما النفل فلا بأس أن الإنسان يفطر في أثناء النهار بلا عذر. وين أفطر بما فيه كفارة في رمضان في قضاء رمضان؟ لأنه لا يلزم الكفارة. الكفارة لا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهو يجب عليه الصوم أيضا. فإن جامع وهو مفطر لعذر كالمريض والمسافر فلا حرج عليه ولا إثم، إذا كان زوجته معذورة مثله. طيب ماذا يلزم من عمل هذا في القضاء؟ قلت لك يلزم، يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره لأنه فعل محرما، وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفسده. نعم.